بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة هنتكلم عن الستركت، وهنتكلم كمان عن الهيدر فايل، وهنتكلم عن الديفاين. طيب نتكلم عن الستركت الأول. لو أنا عاوز أشتغل على الستركت أعرفه إزاي؟ الأول لازم نعرف الستركت ده إيه. الستركت ده يشبه الكلاس، الكلاس اللي أنت استخدمته في بايثون و PHP. الستركت يعتبر شبيه ليهم بالظبط، ولكن بيختلف بس في التعامل معاه في كتابته، مش زي الكتابة اللي انت متعود تستخدمها في بايثون او PHP. عشان اعرف استركت بقول والله انا عاوز استركت، بعد كده بديله اسم الاستركت، ليكن بسميه مين استركت شكل ده كده، بفتح قوسين. انا هدي هنا variable متغير يعني، وليكن هسميه m، وهقول لك ايه فائدته. تمام، طبعا انت ممكن تدي variable زي ما انت عاوز، ولكن انا بحبذ ادي حرف واحد زي m مثلا، وهقول لك ايه فائدة variable ده. المهم عاوز استخدم هنا مجموعة من المتغيرات، وليكن هنا a، integer مثلا p، كاركتر جي بالشكل ده كده. كده انا عملت استراكت. المتغيرات دي انا اعلنت عنها، بس عملت ديكلاريشن بس ما اديتهاش ايه قيم. هاجي بعد كده هستخدم المين فانكشن، ريتيرن 0. اولا عشان استدعي الكلاس ده وابدا استخدمه، او الاستراكت يعني بمعنى اصح، وابدا استخدمه، هقول له استراكت، بعد كده اقول له اسم الاستراكت بتاعي اللي هو مين استراكت، وبعد كده بدي فاريبل او اي متغير انا عاوزه، وليكن اسميه عبد الله. بالشكل ده كده. كده بقى عبد الله الفاريبل ده عامل هاندل للاستراكت كله. فانا عاوز اسند قيم للمتغيرات دي، اقول له والله عبد الله بالشكل ده كده دوت، زي ما انت شايف طلع لي كل المتغيرات اللي موجوده في الاستراكت، وليكن هستخدم دوت a يساوي مثلا 10، عبد الله دوت p يساوي 15، دوت جي بيساوي وليكن، طبعا احنا مستخدمين حرف كاركتر خليه اتش بالشكل ده كده. جميل قوي، يبقى انا كده اسندت قيم لمين؟ للمتغيرات اللي موجوده عندي في الاستراكت. اقدر اطبعهم وقلت هنا برينت اف، قلت له هنا percent i backslash n، بعد كده اقول له تاني percent i backslash n عشان اخد سطر جديد، بعد كده percent c عشان هطبع كاركتر، وبعد كده ببدا اكتبهم عبد الله دوت a، عبد الله دوت b، عبد الله دوت j بالشكل ده كده. نعمل رن كده ونشوف 10 15 اتش. تمام قوي. طيب نتكلم بقى على موضوع الام ده. الام ده يا جماعه انا حطيته عشان يعمل هاندل للكلاس او الاستراكت. ركز، احنا بنتكلم في استراكت، انا بقول كلاس بس لان هو يشبه فعلا الكلاس في اللغات التانية زي البايثون وغيره. الام ده بيعمل هاندل لمين؟ الاستراكت ده. يعني بدل ما استدعي واعمل ده كله، انا ممكن استخدم الام. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اشيل ده خالص واكتب هنا ام بس بالشكل ده كده. يعني ايه؟ يعني انا وفرت عليا الوقت وحطيت عندي variable يعمل هاندل للاستراكت
بدل ما اكتب استراكت واسم الاستراكت وبعد كده احط الفاريبل، لا انا عرفته فوق زي ما انت شايف كده. هكتب ام، شوف اللي انا كتبت هنا كده ام دوت، زي ما انت شايف اهو طلع لي كل الايه الفاريبل. لو انا عملت هنا run نفس النتيجه، جميل جدا. يبقى انا ممكن احط عندي هنا فاريبل. طيب لو انا جيت كده وقمت حاطط اف، تمام، انزل تحت كده قلت له اف دوت، زي ما انت شايف طلع لي ايه برضو الفاريبلز. يعني ايه؟ يعني انا ممكن احط اكتر من متغير. ايوه اف مثلا اتش مثلا ايه براحتك، جميل جدا. ده بالنسبه لموضوع الايه الاستراكت، سهل جدا وبسيط. نتكلم بعد كده عن موضوع الديفاين والهيدر فايل. الديفاين انا ممكن اعرف حاجه او اعرف فاريبل او اعرف حتى فانكشن قبل ما ابدا استخدم المين فانكشن او حتى اعمل لها ديكوريشن. طب ازاي؟ لو انا ضغطت شباك او الهاش بتاعي هيطلع لي الديفاين بشكل اول فاريبل او اول داله، يعني هتظهر قدامي هيقول لي الديفاين، فاقول له هنا ديفاين. ديفاين ايه؟ تبدا بقى تحط هنا انت عاوز تعرف ايه. وليكن عاوز اعرف ان النيم قيمتها بعبد الله بالشكل ده كده. لو انا جيت هنا كده وقلت له اعمل لي برنت اف بيرسنت اس سترينج، يعني وهتطبع لي مين؟ النيم على طول، على طول كده زي ما انت شايف. وقلت له اعمل لي ران، زي ما انت شايف طبعا ايه عبد الله. نفس الكلام لو انت هنا قلت له ديفاين ال ايج ب 25 بالشكل ده كده، اشيل ده واحط اي، واحط هنا ايه الايج، نعمل رن 25 زي ما انت شايف. ده بالنسبه لو انت عاوز تعرف فاريبل. لو انا عاوز اعرف فانكشن، الامر بيختلف شويه عن الفانكشن انت بتكتبها هنا. وليكن عاوز اقول له ان انا عاوز اعمل فانكشن اسميها sum، ماشي. الفانكشن دي بتاخد مني ال a وال b وافتح قوسين تانيين، هقول له هنا print f percent integer وهتجمع لي ال a زائد ال b، جميل جدا. لو انا استدعيت الصم هنا كده ندي ده الكومنت، قمت كاتب له صم زي ما انت شايف، قال لك دي اللي بيتعمل لك ايه ريتيرن لي، بس انت محتاج ايه للاي والبي دي الصم. فانا اقول له والله 10 15، تمام، واعمل run. طبعا ما عملتش build، نعمل build ونشوف. تمام 25 10 15 25، جميل قوي. ده بالنسبة لموضوع الديفاين. طيب ايه بقى موضوع الهيدر فايل ده يا عم؟ الهيدر فايل لو انت عندك مشروع كبير في السي وعاوز تفصل كل الفانكشنز بتاعتك بالستراكتس بتاعتك في هيدر فايل، زي الهيدر فايل اللي انا بستدعيه هنا كده. بس زي ما انت ملاحظ كده ان انا مستخدم علامة اكبر واصغر زي ما انت شايف كده، وحاطط جواهم اسم الهيدر فايل. ده اللي هو خاص بالسيستم اللي موجود جوه السيستم جنب الهيدرز فايل اللي موجودة في السيستم. لكن لو انا عاوز استخدم هيدر فايل واستدعيه بستخدم
علامتين التنصيص الدبل كوتس. طيب تعال نعمل ايه، هيدر فايل. لو انا جيت هنا فايل وقلت له نيو وقلت له فايل، هيقول لي هيدر فايل، اقول له اه في هيدر فايل، اهو اقول له جو، هيقول لي الباس بتاعه فين، طبعا راح للمكان البروجكت، قال لي اسم الهيدر. شوف لو انا كتبت اسم الهيدر هنا كده عبد الله وقلت له سيف، زي ما انت شايف قال لك الهيدر جارد وورد، يعني الوورد دي هو اللي هيعرف بيها الهيدر. انا هنسخ، بص هعمل كوبي كده واقول له فينش. زي ما انت شايف الكلمه اللي انا نسختها اهي، شوف لو انا عملت لها بيست كتبها هنا، دي اللي بيقولوا عليها الجارد وورد، اللي انا بعرف فيها بس السبيس اللي انا هكتب فيه الفانكشنز بتاعتي او الشغل بتاعي كله. يعني هو هنا عمل ايه، قال اف نوت ديفاين، ان دي اختصار لايه، نوت، وديف اختصار لديفاين. لو الجراند وورد ده او الكلمه دي مش متعرفه تمام، هتعمل ايه تعريف ليه، ده عباره عن سبيس اللي هكتب فيه، وفي الاخر بتقول اند اف. في المساحه دي بقى تمام، داخل المساحه دي اقدر اكتب ايه، اقدر اكتب شغلي داخل المساحه هنا كده ما بين الديفاين وما بين الاند اف. جميل قوي. طيب تعالوا نبدا نستدعي مثلا او نشتغل على فانكشن. على فكره ممكن اغير الكلمه دي خالص، ممكن اكتب هنا عبد الله اندرسكور اتش بس، يعني عبد الله الهيدر، واشيل دي كمان بس، يعني عادي. ممكن تحطي مثلا هنا اول مثلا، حط هنا اول، بس لازم نفس الاسم اللي انت هتستخدمه. تمام تمام هقول له والله انا عاوز استخدم فانكشن، هعمل هنا ديكليريشن لفانكشن. ديكليريشن هيبقى موجود هنا تمام. ممكن اعمل ديكليريشن واعمل بروسيس بتاعت الفانكشن واستدعيه بس تمام، لكن انا هعمل هنا ديكليريشن. فهقول هنا انتجر ايه، او نقول هنا مثلا سم، زي ما انت شايف هو اصلا هنا بيقول لك السم معرفه تمام ديفايند، بس انا اصلا ما استدعيتش حاجه اصلا هنا في الهيدر تمام. شيل بقى الكلام ده من هنا خالص. و الانتجر سم هتاخد مني انتجر A و انتجر B بالشكل ده كده. كده انا عملت ديكليريشن لمين، للفانكشن دي. نستدعي هنا بقى الهيدر فايل بتاعنا، فاقول له هنا زي ما انت عامل استدعاء فوق، هتعمل لي هنا انكلود لمين، للهيدر فايل اللي هو بتاع اسمه ايه، عبد الله دوت اتش. لو انا عملت رن كده عادي هيشتغل مفيش اي مشاكل. طيب احنا كنا عاملين هنا ايه الصم، انا هشتغل هنا على الصم تحت، هقول له هنا انتجر صم انتجر A انتجر B، طبعا انا هنا عرفتهم انتجر A وانتجر B تمام. print f انا ما عملتش initialization ولا حاجه، بس انا استدعيت فوق ايه الهيدر، هقول له هنا percent i بعد كده الـ a زائد الـ b، اعمل هنا return 0 بالشكل ده كده. نعمل run كده ونشوف مفيش اي مشاكل. جميل، يبقى انا كده استدعيت مين الفانكشن عندي هنا وما طلعليش اي مشاكل لان عملت هنا انيشلايز. طيب هبدا اقول له ايه، هقول له استخدم الصم بكل وضوح كده وصراحه، زي ما انت شايف هي معرفه ايه، اقول له 10 و13 مثلا، رن 23. جميل جدا. ممكن اعرف هنا حاجه، اجي هنا كده واقول له ديفاين ان الاسر ما
مؤلف مثلا او الديفلوبر عبد الله بالشكل ده كده. ممكن اكتب تحت هنا كده print f ادي هنا باك سلاش ان واقول له print f مثلا هنا percent s string واقول له هنا ايه الاسر. انا كاتبها هنا ايه اسر، يبقى انا لازم اكتبها هنا ايه اسر بالشكل ده كده. تعالى كده نشوف. تمام طبعها هنا نفس الكلام تقدر تعمله هنا اللي احنا اتفقنا عليه، انت تعمل define سواء لفاريبل او ايه او function. طيب بتيجي هنا نستخدم struct وننهي الدرس. هستخدم هنا struct واخليه هنا box. تمام وهفتح عندي قوسين ومش هديله variable، هحب استدعيه هناك وخلاص. تمام وهقول له والله الاستراكت بتاع بوكس ده هسميه pbook1 وخليه هنا integer مثلا. نقول هنا مثلا ان البوك 1 ماشي، نقول هنا مثلا integer book2 float book3 بالشكل ده كده. لو جيت هنا خلاص هو كده اتعرف هنا، هو كده اتعرف هنا. شوف لو انا قلت هنا struct وهقول له هنا box زي ما انت شايف هو اصلا هنا متعرف. هكتب هنا p، قلت هنا p dot المفروض يطلع لي كل القيم. سنعمل هنا كنترول اس بس. طيب تعال نقول مثلا بي دوت بوك 1 بيساوي 10 وبي دوت بوك 2 بيساوي 16. طبعا ما بقاش دايناميك قوي، ما بيطلعلكش كل الموجود عندك. بوك 3 بتساوي 16.5 بالشكل ده كده. نبدأ نعمل ايه؟ تعالوا نطبع اي واحد فيهم. هاجي جنب الاسر هنا كده واقول له انا باك سلاش ان واطبع لي وليكن البي دوت بوك 3. بس لاحظ هنا ان انا هقول له percent f يعني float، انا طابع float. تمام تعالوا كده نشوف. زي ما انت شايف 16، انا كنت مديله 16.5 زي ما انت شايف طبعا فوت. لا انا قلت له هنا دوت 2 اقرب رقمين زي ما انت شايف 16 دوت كذا. تمام طيب انا ممكن اقول له دوت 1 ده حسب التقريب بقى انت عاوز تعمل ايه. شايف الاختلاف؟ المهم ده بالنسبة لدرسنا النهاردة. اتكلمنا عن الـ define، اتكلمنا عن الـ header file، اتكلمنا عن الـ struct، والدرس الجاي برضو هنتكلم عن ثلاث حاجات لأن عاوز أشد في الدورة دي وأخلصها عشان أتكلم في أجزاء advanced فيها في أكتر من درس. أحتاج 8 دروس كده أو 3 دروس، من 3 دروس ل 8 دروس. لو 3 دروس هيبقى كل درس حوالي 40 دقيقة، لو 8 دروس هيبقى كل درس حوالي 10 دقايق أو 3 ساعة. فأنا عاوز أخلص السياد بدري عشان أدخل في أجزاء advanced لو أنا هستخدم مثلا حاجات خاصة بشغل السكيورتي بالسي. يبقى أنا دلوقتي هحتاج إن أنا أخلص السياد بدري عشان أخلص بقية الدورات اللي إحنا متفقين عليها. تمام أعتقد الدرس بتاعنا سهل، بس أنت محتاج بس تتفرج عليه أكتر من مرة. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا ليكم، وكان معاكم عبدالله السكري.